يشتغل تمام؟ اي ده يشتغل. اساتذتي اصدقائي، طاب مساءكم واهلا وسهلا بكم مره اخرى. ونحن نتحدث عن التشكيل العراقي وفعاليه التشكيل العراقي ضمن فعاليات معرض بغداد، المعرض العراقي الدولي للكتاب والفعاليات الثقافيه المرافقه. اليوم محورنا فلسطين والتشكيل العراقي، واعتقد يعني فلسطين والقضيه الفلسطينيه قد يكون تتجاوز الفعل الثقافي والفعل الفني، وسواء على مستوى المسرح او مستوى القصيده الى مستوى انساني اكبر، هو قد يكون مستوى النضال. وكثير من الفنانين العراقيين، كثير من المثقفين العراقيين التحقوا بحركه النضال الوطني وضمن مسارات مختلفة في الجبهة الشعبية تحرير فلسطين، في فتح، في أماكن أخرى، قاتلوا يعني التحموا مع القضية الفلسطينية. وبالتالي يعني مثل ما قال مرة تحدث أبو عمار ياسر عرفات الرئيس الراحل في عام 1983 عندما قرأ الشاعر الكبير الراحل محمود درويش مديح الظل العالي وهو يودع بيروت بهذه الملحمة الجميلة والرائعة والمؤلمة، فتحدث أبو عمار في قضية معينة، قال إن الثورة عندما تحتمد فقط على البندقية سيصبح صاحب هذه البندقية قاطع طريق، ولكن عندما ترتبط أو تقترن بالثقافة بالفرشات والقلم و والقصيدة ستصبح لا هي ثورة وطن وثورة إنسانية. وأعتقد الثورة الفلسطينية في تلك الفترة يعني كانت لها هذه السمة. كثير من حتى قيادات منظمة التحرير في الجبهة الشعبية وفي منظمة فتح كان عراقيون وتونسيون ويابانيون قادة، وكان يقود يعني القاطع الشمالي المواجه لجنوب لبنان الشاعر والتشكيلي أمير الدراجي الذي توفي في السويد، يعني كان قائد هذه المجموعة وكان شاعر وكان رسام أيضا. وكثير من يعني إذا ما عدنا إلى التشكيل وإلى الشعر طبعا محمود درويش ومعين بسيسو وسميح القاسم ومظفر النواب وكثير من القصائد التي حاولت أن تلاحق هذا الحدث الكبير، الحدث الإنساني والحدث الوطني والعربي، وفي الستينات وحتى في خمسينات القرن الماضي والسبعينات القرن الماضي يعني كانت القضية المركزية للشعوب العربية وللثقافة العربية، وكانت كثير من المثقفين باتجاهاتهم وحقولهم المختلفة اشتغالاتهم المختلفة ملتحمين مع هذه القضية الإنسانية وبعدها الإنساني الكبير. في التشكيل طبعا في التشكيل العربي كثير من كانوا خصوصا الرسامين او النحاتين الفلسطينيين الذين كانوا ايضا باعتبارها قضيه وطن، وعبر اسماعيل شموط و اسماعيل سليمان منصور وغيرهم، والرسامين السوريين راغب عياد و لؤي كيالي مثلوا هذه القضية مثل ما مثلها التشكيل العراقي أيضا، وكانت يعني سامي محمد النحات الكويتي أيضا مثل كثير من هذه الأعمال الفنية. والرحلة الأساسية رحلة حنظلة مثلا، رحلة ناجي العلي وكتاباته ورسوم الكاريكاتيرية كانت تتماهى مع طبيعة هذا الحدث بمختلف أزمنته ومختلف توصلاته. وقد يكون انقطعت هذه السلسلة بعد اتفاق يعني غزة أريحة، وتحولت قضية النضال من نضال وطني وإنساني إلى قد يكون تيارات دينية تقود هذا التيار، واضمحلت هذه الظهال التعبير عنها في الشعر وفي التشكيل العراقي. التشكيل العراقي في السبعينات وفي الستينات أيضا حاول أن يعني يذهب إلى هذا، وإذا ما أردنا نوسع الدائرة حتى في ملحمة كاظم حيدر، ملحمة الشهيد التي عرضت عام 1950 في باريس، العفو في لبنان في بيروت، وإن كانت هي تمثل حادثة محلية لها علاقة بالحسين والحسين الشهيد والثائر
ومعنى البطولة والشهادة هذه، ولكنها ممكن أن تتسع وتصل إلى معاني أخرى قد يكون ترتبط بموضوعات وطنية وموضوعات عربية وموضوعات إنسانية، لأنه قضية الشهيد والبطولة وهذا الإيثار والتضحية بالنفس من أجل مبادئ إنسانية عالية، يعني لا تقتصر على الحسين ولا تقتصر على مسار محدد. ولكن أيضا هناك في التشكيل العراقي تعبير، هناك تعبير مباشر وهناك تعبير أيضا قد يكون مجرد وغير مباشر في حركة التشكيل العراقي. يعني شاكر حسن آل سعيد مثلا في حوادث معينة، أزمنة متعينة وأمكنة متعينة، حاول أن يرسم تل الزحتر و دير ياسين، سماها يعني أعمال سماها بهذا المسمى نسبة إلى الحدث الذي وقع على الأرض الفلسطينية وغيرها، وكثير من الأعمال يعني أيضا حتى في سبعينات القرن الماضي، وإن كان بعض الفنانين يعني محمد مهر الدين ومحمود صبري تحولوا إلى تجربة أخرى، سواء تجربة التجريد الخالص عند محمد مهر الدين أو بواقعية الكم عند محمود صبري، إلا أن في السبعينات أيضا مثلوا هذه الأعمال باعتبارها قضية مركزية للفنان، والفنان ابن بيته ولا يمكن أن يخرجه. كثير من الشواهد وكثير من النماذج يعني التطبيقية اللي يمكن أن نشير لها، لكن أريد أيضا نشرك معانا في الحديث على الدكتور جمال العتابي الفنان والناقد أيضا ومدير عام دارة الفنون التشكيلية السابق، والأستاذ الدكتور محتز عناد غزوان رئيس قسم التصميم في كلية الفنون الجميلة. ونتحدث يعني أعرف الدكتور جمال باحث وعارف أيضا وله علاقة مع الفنانين التشكيليين، وواكب هذه الحركة وواكب هذا الزمن من خلال يعني وجوده في بغداد ومزاملته لهؤلاء الفنانين. قد يكون أكو أشياء ما مرينا عليها دكتورة، وأنت محضر يجوز فتشي حول قضية علاقة التشكيل العراقي بفلسطين. شكرا دكتور جواد، شكرا لهذا التقديم، شكرا لهذا الحضور، وحييكم أصدقائنا الأعزاء. في موضوع وفي حلقة أو محور مهم يتعلق بعلاقة الفن التشكيلي بالقضية الفلسطينية، أنا أعتقد أن هناك تساؤلات كثيرة على عمر التجربة التشكيلية الفلسطينية. هذه التساؤلات والإشكالات تتعلق بمعنى أو تشترك بها مع الفن التشكيلي العراقي، وهي تتعلق بمعنى الفن ودوره في التغيير كأداة مهمة في عملية التغيير وفي عملية وعي الاجتماعي بالمجتمع. إذا أردنا أن نتحدث عن أثر أو دور وعلاقة الفن التشكيلي الفلسطيني بالعراقي، علينا أن نبدأ بأهم شخصية فلسطينية أسهمت في تأسيس أو في تطوير الفن التشكيلي العراقي. أنا أعتقد أن هذه الشخصية المهمة تركت الأثر المهم المعرفي والفني والثقافي على عدة صعد، وهي شخصية الفنان والمترجم والروائي جبرة إبراهيم جبرة. أنا أعتقد أن هذا الدور الذي لعبه جبرة في تاريخ الفن التشكيلي العراقي كان دورا متميزا بسبب ما يمتلكه جبرة من مواهب مختلفة ومتعددة. هذا الرجل الذي ترك مدينة بيت لحم في عام 1948 واتجه إلى بيروت وهناك درس، بعد أن ترك أيضا بعض أعماله، يعني كانت بداية جبرة كرسام، ويقول أو أحد المتابعين وهو اسمه جورج الأعمى كان قد اقتنى أعمالا ورسوما لجبرة إبراهيم، وهي الممثلة بلوحتين مهمتين، واحدة الفتيات الثلاث على ما أعتقد أو الراقصات، وأخرى فتاة عارية. هذه الأعمال التي اقتناها جورج الأعمى كانت البداية لانطلاقة جبرة إبراهيم جبرة. ثم انتقل إلى العراق بعد أن درس في بيروت، وبعد أن تقدم إليه الراحل
عبد العزيز الدوري وعرض عليه العمل في العراق ومن ثم جاء إلى، كان أول المساهمين. وطبيعي أيضا قبل ذلك كان قد درس في إنجلترا في المملكة المتحدة، وكان متأثرا بأحد النحاتين والمصممين الذين يعدون من الشخصيات المهمة الإشكالية أيضا، اللي هو آرثر أريك جيريل. هذا الرجل كان نحاتا مهما وشخصية كبيرة معروفة، فضلا عن أنه كان مصمما وخزافا. يقال أنه واحد من يعني الشخصيات الإشكالية بسبب حادث معين في يعني حصل له باعتداء على بنتيه جنسيا، ثم ترك جبرة متأثرا بهذا الرجل بعد أن أحياه وأخرجه وتأثر به، فجاء إلى العراق وأسهم مساهمة فعلية في تأسيس أو في البداية مشاركة في معارض الرسم العراقي، حينما كان الرسم العراقي التشكيل العراقي في مراحل التطور والازدهار والنمو. فيقال أن جبرة حينما واجه التشكيل العراقي واطلع عليه اطلاعا في يعني في متأثرا فيه، ترك الرسم بعد أن وجد أمامه تجارب جواد سليم فاق حسن وهؤلاء الكبار من الرواد. عليه كانت البداية في المشاركة مع جماعة بغداد الفن الحديث، وهذه البداية تحولت إلى كان عضوا مؤسسا في هذه الجماعة التي أسهمت في تطوير الفن والتشكيل العراقي، وفي أيضا بمنافسة مع جماعة الرواد التي كانت يرأسها فائق حسن ومجموعة أخرى من الفنانين. نستطيع القول أن هذه الجماعة التي تأسست في بداية خمسينات القرن الماضي تعتبر بداية للحداثة في العراق. يعني جبرة إبراهيم جبرة أسهم مساهمة فعلية وأكيدة في تأسيس الحداثة، وكان شخصية مشاركة وفاعلة وحاضرة، ومن ثم بالتالي طبعا دور فاعل في الترجمة وفي كتابة الرواية والقصة والحضور والمشاركة في المعارض، فضلا عن ذلك أنه تحول إلى ناقد تشكيلي مهم، فأسس رابطة النقاد العراقيين في الفن، ومن ثم أصبح رئيسا لها مع مجموعة من النقاد الفنيين المهمين في ذلك العصر، من نور الراوي إلى جميل حمودي إلى شوكة الرباعي وغيرهم من الفنانين أو من النقاد التشكيليين. أعتقد أن هذه الشخصية المهمة لا يمكن أن يعني ينساها أي فنان أو أي متابع ومثقف عراقي بما قدمه جبرة إبراهيم جبرة من أثر معرفي وثقافي وفني في حركة التشكيل العراقي. فهذا جانب وممكن شكرا. يعني احنا نريد هسه نكتفي بس بجبرة إبراهيم جبرة وعلاقته بالنقد العراقي وعلاقته بالتشكيل العراقي، وفعلا هو إضاءة مهمة. يعني حاول أن يرافق جماعة بغداد وكان عضو في جماعة بغداد للفن الحديث. لكن عندي سؤال آخر بعدين أطرحه عليك، لا أنتقل للأستاذ الدكتور معتز عناد غزوان، وهو مصمم، أنت مصمم جرافيكي وأيضا فنان وأيضا ناقد، يعني لديك المام في كثير من اتجاهات تشكيلية، وقد يكون التشكيل يعني عفوا التصميم أو الجرافيك تصميم جرافيكي قد يكون مناسباتي، يعني إلى علاقة بالمناسبات. صحيح. ويجوز لديك معطيات حول مشاركة المصممين العراقيين أيضا في تمثيل القضية الفلسطينية أو شيء من هذا القبيل. نعم. تفضل. شكرا جزيلا أستاذ الفاضل الدكتور جواد الزيدي، الحضور الكريم، شكرا لمؤسسة المدى على هذه الفرصة المتميزة. حقيقة أنا أود أن أبين قضية واحدة، هي بشكل عام هي التشابه ما بين العراق ومعاناة الشعب الفلسطيني، وهو مفهوم المقاومة. مفهوم المقاومة هو
المفهوم الأعم الذي أسهم في ظهور أو تطور بعض الثيمات المتشابهة ما بين الفن الفلسطيني، فن المقاومة الذي نستطيع أن نسميه، وأيضا في العراق. العراق كما تعلم أنه مر بعدة نكبات، ومر بعدة تحولات سياسية، مر بأمور أسهمت في ظهور الثورية، في ظهور رفض الواقع الدكتاتوري والدموي في شتى المراحل. تحول كما أشار الأستاذ الدكتور جمال العتابي عن دور جبرة. جبرة كان فنان وناقد وكبير، لكن مثلا أعماله في المقاومة كلوحات فنية لم نجدها بشكل واسع مثلا، يعني وجدناه يمثل مثلا بعض اللوحات، حتى بورتريتات للميع عباس عمارة وغيرها، لكن مثلا هو كنوع من اللي صار جزء من الهجين العراقي الفلسطيني في الأدب والنقد، نعم كان له دور كبير في هذا الميدان. لكن مثلا تجارب إسماعيل شموط على سبيل المثال، الذي يصفه عفيف بهنسي في كتاب الفن العربي والمقاومة لضد المحتل، يقول بأن اللون الأحمر مثلا على سبيل المثال هو لون المقاومة، أو لون رفض الواقع المستبد، لا سيما أن الفلسطينيين يعانون من قضية استلاب الأرض. وبالنسبة إلى ما أشرت إلى دكتور جواد حول الملصقات، نعم الملصق كما تعلم هو خطاب بصري مؤثر في المجتمع، وكذلك يسهم الملصق في تغيير وجهة نظر المجتمع. نعم، ولكن كما تعلم بأن ملصق المقاومة هو ملصق مؤثر، وأن التصميم بدأ يدخل في كل مناحي يعني وسائط نشر الخطاب، سواء السمعي أو المرئي أو السمعي مرئي. لذلك المصمم المعاصر اليوم، سواء كان في العراق أو في الأردن أو في مصر أو في أي دولة عربية، ينظر إلى القضية المركزية الفلسطينية بأنها قضية لمنادات بالحرية، لرفض الاستبداد. لذلك اللون الأحمر مثلا حاضرا كما أشار إليه إسماعيل شموط. إضافة إلى ذلك أن المرأة كثيمة مهمة في الفن الفلسطيني المقاوم، وهي موجودة أيضا في الفنون في الفن المقاوم في العراق ومصر، لأن المرأة هي مثلا تذكرنا بالمرأة تقود الشعوب، وهي تحمل الخرقة الحمراء، نعم، لديلاكروا. هذه هي الانطلاقة الأساسية لرفض الواقع وللمقاومة والإحساس بالحرية. تمام، شكرا. طبعا عندي سؤال أيضا على التصميم، بس هم أضم لك. نعم. دكتور جمال، أنت تحدثت عن الفترة، يعني بداية عندما تتحدث عن بداية جماعة بغداد للفن الحديث التي بدأت مع 1950 أو 51، يعني بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وجماعة البدائيين التي قادها فائق حسن 1948، يعني ما بعد معناها مع القضية الفلسطينية أو بدايتها بال 1948، لكن الانعطافات المهمة التي حدثت في التشكيل العربي وعلاقته في التشكيل، يعني بدأت من النكسة من 5 حزيران 1967 و 1973 الانتصار، يعني تشرين إلى آخره، وهذه تمثلت بالتشكيل العراقي بقوة، وكثير من التشكيليين الذين كانوا فيما بعد أنظوا أيضا في فصائل المقاومة الفلسطينية، إبراهيم زاير وفيصل العيبي وصلاح تشياد وآخرين، يعني كثر، وأنت رافقت هؤلاء أيضا، يعني مظفر النواب هم، يعني مظفر النواب أيضا، طبعا مظفر قلناه بالبداية، بس الآخرين. فأيضا دكتور جمال رافق هؤلاء الفنانين الذي تحدثنا عنهم أيضا، كيف كانت رؤاهم؟ قد يكون أنت الأقرب إنه في تصوراتهم وفي المد الثوري وتمثيلات المد الثوري وتمثيلات أيضا المقاومة الفلسطينية في التشكيل العراقي في هذه المرحلة، يعني
وهذا اشتغلت عليها السينما العربية، اشتغلت عليها الشعر، القصة والرواية بشكل كبير يعني. يعني أيضا قبل الإجابة على سؤال حضرتك، أود أن أشير إلى يعني ما تفضل به دكتور معتز حول العلاقة والمشتركات بين الفن التشكيلي الفلسطيني والعراقي. الحقيقة هذه المشتركات تعود لزمن حتى ربما قبل الميلاد، يعني منذ زمن الكنعانيين، وهناك مشتركات تعلق بالرموز أيضا. يعني الفلسطينيين استعاروا هذا التاريخ وهذه الحضارة الذي تمتعت به الدولة الكنعانية أنذاك أو الفترة ما قبل الميلاد وما بعده، وهكذا هناك رموز مشتركة في الأعمال الفنية وفي اللوحة أو في التصوير الفلسطيني والعراقي، منها ما أشار إلى المرأة مثلا أو الحمامة أو القيد أو كسر القيد أو يعني البندقية وغيرها من الرموز التي اشترك بها الفن العراقي مع هذا. مع تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أعتقد في عام 1964 بدأ هذا التحول، يعني أو نقطة التحول في الفن التشكيلي الفلسطيني، وخاصة بعد أن بدأت محاولات إسماعيل شموط الذي أقام عدة معارض في أو المعرض الأول في القاهرة عندما درس أيضا هناك، وكان هذا المعرض برعاية جمال عبد الناصر اللي افتتح هذا المعرض. هذا كان واحد من الظواهر المهمة أو التي حصلت في تلك الفترة. بعدوان حزيران أو نكسة حزيران بدأ هذا التحول يأخذ مداه أكبر، ولذلك اشترك الفنانون العراقيين بما فيهم المصورين. ممكن أشير إلى محاولات جاسم الزبيدي أيضا كمصور ودوره في تمثيل المقاومة وفي الفلسطينية في عدد كثير من المعارض التي أقيمت آنذاك. وبالتالي هناك أيضا معارض أخرى أقيمت في العراق أو في بغداد، منها معرض الملصقات الجدارية، وكان هذا أيضا يمثل ظاهرة أو حدثا مهما في الفن التشكيلي العلاقة مع الأحداث في فلسطين. وهذا الملصق الذي كان في حينه يسمى ملصق البوستر السياسي ضد عنوانه الصهيونية، ثم تبعه أيضا ملصق معرض آخر اللي هو معرض البوستر لتل الزعتر، وكان فيه مشاركة واسعة لعدد كبير من الفنانين المعروفين، يعني مثلا إسماعيل فتاح، علي طالب، مكي حسين، فايق حسين، كثير من هؤلاء، يعني فايق حسن، عدد كبير من الفنانين التشكيليين أسهموا في هذا المعرض التشكيلي، ويعد حدثا مهما في الحركة التشكيلية العراقية، أو معلما بارزا في هذا المسار. ما تزال القضايا المشتركة أيضا واحدة، الهجرة والتشرد والانكسار والخيبات والهزائم، هذه موضوعات واحدة مشتركة بين الفن التشكيلي المصري الفلسطيني والعراقي. تمام صحيح. شكرا الدكتور محتاج. نعم. في بداية يعني الطباعة في العراق وبدايتها والملصق السياسي أو التصميم الجرافيكي أو في الملصق يعني تحديدا، يعني بدأت تتماهى هذه الحدود الموجودة، أكو تماهي بين الحدود، وأكو يعني قد تكون وحدة واحدة بين الملصق، كون الذين أنجزوا هذه الملصقات هم فنانون تشكيليون بالأساس يعني. ويتحدث مثلا في تاريخ التصميم الجرافيكي أو الملصق السياسي بالعراق ضياء العزاوي يتحدث عن هذا، يعني اللي أدخل السيلك سكرين مثلا حافظ الدروب وبدأ أول محاولة للطباعة. أنت شلون تشوف هذه العملية بعد ما الآن قد يكون التجنيس أصبح إلى حدود واضحة، يعني جنس التصميم وجنس الرسم، لكن كانت في بداياتها هي متداخلة، يعني أنت شلون تشوف هذه العلاقة وعلاقتها بالحدث نفسه، الحدث قد يكون الحدث العراقي أو الحدث الفلسطيني، الحدث العربي والحدث الإنساني بشكل عام. نعم. اللي يتحدث عنه دكتور جمال. نعم صحيح، كما أشار دكتور جواد بأن الأستاذ ضياء العزاوي كتب
عن تاريخ الملصقات في العراق، وبالتأكيد في بدايات عيسى حنا كان هو أول من بدأ بالطباعة بالسلك سكرين برينتينج، لكن المحاولات الحقيقية كملصقات كانت ترتبط ضد الاستعمار وضد الاحتلال، وأنت تعلم بأن قضية الاحتلال هي قضية مشتركة كانت عندما كان العراق تحت الانتداب البريطاني، لذلك ظهرت الكثير من الملصقات آنذاك من تصاميم لنور الراوي على سبيل المثال، لديه ملصقات في هذا الميدان، أيضا أعتقد كانت لفائق حسن أيضا ولمحمود صبري، هناك كثير من المحاولات آنذاك، كلها هذه تندرج في قضية بذر روح المقاومة، يعني هي هذه هذا الموضوع تنامى بشكل كبير يعني خلال بداية الـ 2020 أو 2018 عندما قام الدكتور معهود أحمد رحمه الله بإنجاز مجموعة جميلة جدا، يعني ملحمة اسماها ملحمة الفدائي التي تنادي بالحرية والمقاومة، ودمج في هذه المشاهد التي أعتقد أنها 14 نموذج أو 14 مشهد بالحبر الملون أو الأسود وبعض الألوان المحدودة، استطاع أن يعبر من خلال على سبيل المثال هذا رمز اليشماغ اللي هو موجود واللي إحنا نعرفه منذ الطفولة بأنه هو معبر عن الفدائي الفلسطيني، يعني نحن نتذكر عندما كنا أطفالا في معرض اللي في عندما أصبحت حادثة تل الزعتر على سبيل المثال، بدأنا نرسم رسوما بسيطة وبوجود هذا اليشماغ للتعبير عن روح المقاومة الفلسطينية أو إنه هو الفدائي، فاستطاع معهود أحمد في هذه الأعمال المهمة حقيقة أن يقدم أدخل به الكتابة، وأنت تعلم بأن إدخال النصوص إلى الرسم إنه يتحول من اللوحة التشكيلية إلى خطاب بنوع من الاتصال أو التواصل مع الناس أو مع المتلقي، يعني أصبح يغادر من الخطاب الجمالي التشكيلي الموجه إلى الخطاب المجتمعي، يعني المحاور للمجتمع الذي يحاول أن يبين قوة المقاومة الفلسطينية. ماذا أدخل؟ أدخل مثلا رأس فتاة الوركاء، أدخل مثلا بعض الأحداث التي جرت في بابل، الأحداث الملحمية في بابل جعل نوع من التماهي ما بين كما أشار الأستاذ الفاضل الدكتور جمال بين الحضارات المتقاربة الفينيقية والكنعانية والحضارة العراقية، وأيضا فيما بعد ارتبطت هذه الأسرة جميعا الفلسطينية واللبنانية والعراقية بالثقافة الهلنستية، الثقافة الإغريقية التي جاءت إلى هذه المنطقة وأسهمت في إيجاد نوع من الثقافة الجديدة. إذن هناك مشتركات، وهناك كما أؤكد لك أنت أشرت إلى ناجي العلي وهذا الحنظلة الشخصية التي تتفرج من الخلف فقط بهدوم بالخرق والهذا، والذي أثار وسبب في مصرعه واستشهاده، يعني مجرد هذا حنظلة أسهم في مصرع ناجي العلي. الآن لدينا أيضا في رسامي الكاريكاتير العراقيين أيضا لديهم هذه الروحية في المقاومة، في المقاومة لا تعني فقط أننا نحن نقاوم أو في المعركة أو لا، تعني رفض الواقع السيء، رفض الواقع الفاسد، وهذا ما يقوم به أيضا الرسام الكاريكاتير العراقي. نعم، شكرا دكتور جمال. يعني بعد في العقد الثمانيني حدث انزياح، وأنا تحدثت في البداية يعني بعد خروج منظمة تحرير فلسطين من بيروت وكثير من الأشياء وخطاب التسوية المعلن والمعروف، أيضا بدأت انزياحات على مستوى الرسم، يعني تحول الرسم من الرسم الواقعي أو مثلا تمثلات هذه القضايا الإنسانية والقضايا الكبرى في حياة المجتمع، إلا قليلين يعني رسامين أو رسامون قليلون
يعني ظلوا على يرسمون بمناهجهم وبأساليبهم. مثلا فيصل العيبي يعني يعتقد أن هذا البروليتاري وهذا العامل يعني هو جزء من ذهابه إلى الواقعية، أو جزء من اعتباره أن الواقعية هو هذا المطلق لديه، أو هو هذا الممثل للحقيقة، يعني الطبقة الممثلة للحقيقة وغيره. ولكن فيما بعد يعني أجيال كثيرة انزاحت إلى التجريد، والشعر ابتعد عن القضايا المركزية، والمسرح ابتعد عن القضايا وذهب إلى التجربة. والتشكيل العراقي أيضا، أنت حفرياتك وبحثك جميل، يعني البحث التاريخي هذا في تاريخ التشكيل وفي تاريخ الثقافة بشكل عام، وأنت أيضا مواكب لهذه الحركة وهذه الصرعات وهذه النزعات الموجودة في التشكيل العراقي. لماذا باحتقادك، يعني لماذا انزاح؟ أو أنا قد يكون خطأً، أكو اتجاه مثلا يعمل على هاي القضايا المركزية، أو هو بقى فعلا يشتغل على قضايا تجريدية وبعيدة عن هذه التمثلات المضمونية؟ أولا يعني أريد الإشارة إلى أن الأعمال التشكيلية العراقية، وقلت بما فيها التصوير، يعني اسمح لي أولا أشير إلى قضية قبل الإجابة على يعني علينا أن نتذكر في الفن التشكيلي العراقي هناك صورة لجاسم الزبيدي لمقاوم الفدائي فلسطيني، تحولت إلى صورة عالمية تتناقلها وكالات الأنباء والمواقع الإعلامية والصحفية، وما تزال أثر هذا لحد الآن. هذا الفدائي بالكوفية يمسك البندقية اللي تحولت إلى عمل خالد تماما. وهكذا محاولات محمود صبري الأولى عن ثورة الجزائرية، باعتبار أنها مرحلة التحول التي أصابت المنطقة عموما أو العالم، وما حصل من تأثيرات بعد الحرب العالمية الثانية نحو التجديد والحداثة، تأثر بها بعض أو تأثرت بها الحركات، الحركة الأدبية عموما والثقافة وبما فيها الأدب والعمارة أيضا. نعود إلى السؤال. بالتأكيد أن أغلب الفنانين العراقيين خلال فترة السبعينات اتجهوا اتجاها إلى أقرب إلى الواقعية إلى حد ما في كثير، أو الانطباعية التعبيرية، إلا أن الأحداث التي مر بها العراق والمنطقة، وخاصة ما بعد الحرب العراقية الإيرانية، أصابت الكثير من الفنانين العراقيين بالإحباط والخيبة والخوف والقلق. وبالتالي بعد نهاية أو في نهاية السبعينات من القرن الماضي، عدد كبير من هؤلاء الفنانين والتشكيليين منهم على وجه الخصوص اختاروا المنفى واختاروا الغربة. وبالتالي هذا التحول من ناحية يعني التحول السياسي والقلق من المستقبل والغموض فيه، والخوف أيضا من دكتاتورية واستبداد يعيشه العراق أنذاك، اضطر الكثير من الفنانين اتجاه نحو منطقة أخرى في العمل الفني والتشكيلي. هذا العمل يميل إلى التجريد في أغلب الأحيان، بينما هناك اتجاه آخر عند الفنانين التشكيليين العراقيين، اتجه نحو الفن التعبوي كما تعرف حضرتك، سواء كان في التشكيل أو في صنوف الفن الأخرى. وهذا التعبوي لخدمة قضية معينة أو لخدمة إعلامية وجهها النظام نحو، سواء كان هذا لأغراض الحرب أو لتكريس أو وجود النظام. هذا القلق الذي أصاب الفنانين العراقيين وحالة من الانكسارات والخيبات والفشل أيضا، اضطر الكثير من عندهم إلى أن يتجهوا البعض منهم إلى العزلة، أو إلى البحث عن هوية. هذه الهوية حقيقة كانت واحدة من الإشكالات التي واجهها الفنان العراقي في تكريس أو تأكيد هذه الهوية. ظلت هذه هاجسا يعاني منه الفنانين الفن التشكيلي العراقي، وما يزال كثير من هؤلاء مع الأسف الشديد، وإن اختاروا الغربة لم يؤكدوا هذه الهوية أو أصالتهم، وانسلخوا وابتعدوا عن
بداياتهم الأولى التي كانت بدايات أصيلة وبدايات راسخة، ويعني كان ممكن أن تتطور وتنضج. العديد من عندهم يعني فقد حتى يعني ماشي. فقد أو ما قدم إنجازا جديدا في عمله الفني. فقط طبعا الوقت انتهى، لكن أنا بدي أكو سؤال، أكو تحولات حثت يعني إحنا الكثير من المعطيات التي عصفت بالفن وعصفت بالثقافة بشكل عام وإحنا شفناها، يعني مثلا كورونا، حدث كورونا ظهر عدد من الرسامين اللي مثلوا هذه الحادثة، أيضا الآن يعني الانتفاضة الشعب الفلسطيني وهذا الصراع الآن القائم لا زال قائم. دكتور محتس، هل تعتقد بأنه ممكن أن يؤثر بالتشكيل العربي والتشكيل العراقي على وجه التحديد، ممكن أن ينتج لنا خطاب آخر يعني بشكل مختصر لأن الوقت؟ نعم دكتور، بالتأكيد هو الآن بدأت هذه، وهي تأثيرات تتعرف ويعرفون المهتمين بأنها متراكمة في العقلية العربية المقاومة للاستعمار، مقاومة خصوصا للشعب الفلسطيني، هي القضية المركزية للعرب. بالتأكيد هناك التفاعل العراقي التشكيلي والجمالي والفني هو تفاعل متواصل ومستجيب لهذا الحدث ومتوازي مع هذا الحدث، وأعتقد بأنه مستمر. وبالتأكيد هناك الكثير والكثير من المحاولات والكثير من الابتكارات الجديدة في النظرة الجديدة للمقاومة، النظرة الجديدة للفن المقاوم، وهذا بالتأكيد هو متأصل في الفنان العراقي سواء كان رساماً أو نحاتاً أو مصمماً. شكراً جزيلاً. يعني تبقى نعم العفو دكتور جمال، دقيقتين لو سمحت. أقل شوي ممكن أقل شوي. يعني هو الحديث عن الفن التشكيلي الفلسطيني تحديداً لا يمكن أن نعبر أو نتجاوز واحد من أهم الفنانين في الكاركتير الفلسطينيين، وهو الفنان ناجي العلي. نعم. الذي قدم، تحدثنا عنه نعم، آلاف آلاف من الأعمال الفنية. نعم. وكان فنًا مقاوماً أكيد. ومعروفاً وأصبح أيضاً كبيراً ومهماً في هذا المكان. بالإضافة إلى إسماعيل شمود أيضاً يسمى الفنان المقاوم الأول. نعم صحيح. تبقى هذه القضية والقضايا المركزية والمعطيات التي يأتي بها الواقع والأحداث التي تعصف بحياتنا وبثقافتنا أيضاً هي قائمة. هناك أسئلة قد يكون لا يسح هذه الساعة الحوارية. شكراً للدكتور جمال العتابي، الدكتور محتس، شكراً لكم، وشكراً لكم أصدقائي الحاضرين، وإلى حوار آخر ولقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لك دكتور.